السلام عليكم. هسه عندنا المواد الغازية، يجيك سؤال: ما هي مميزات الحالة الغازية؟ ما هي مميزات الحالة الغازية؟ أولا حجم متغير، اثنين شكل متغير، ثلاثة المسافات البينية كبيرة جدا، أربعة قوة التجاذب أضعف من قوة التجاذب بين جزيئات الحالتين الصلبة والسائلة، تكون أضعف من الحالتين الصلبة والسائلة. هنا يجينا تعليل، علل. تتحرك جزيئات الغاز بسرعة لكي تتباعد عن بعضها وفي الاتجاهات جميعها. ليش تتحرك بسرعة؟ ليش المتباعدة الاتجاهات والمسافات؟ ليش؟ الجواب: لأن المسافات كبيرة والقوة التجاذب شو تكون أضعف من الحالة الصلبة والسائلة، ضعيفة. إذا قوة التجاذب ضعيفة أضعف. زين، هذا هو الجواب. هو نفس السؤال: لماذا يملأ الغاز تماما الوعاء الذي يحفظ فيه؟ ليش يملي الغاز لوجودها؟ شنو قلنا؟ مسافات بينية، قوة التجاذب أضعف من الحالة الصلبة والسائلة، والغاز يتحرك شلون؟ يكون سريعا وبتباعد بسرعة. هذا هو الجواب، وشكراً.